يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا من البيت الزجاجي لسيدتي من قلب بوليفارد رياض سيتي. واليوم ضيفتنا هي غادة المهنة أبا الخيل، المهتمة بالثقافة والمهتمة بالإعلام والمهتمة بالشؤون السياسية، بالإضافة لتاريخ الجزيرة العربية. رح نتكلم بتفاصيل كثيرة عن هذه الاهتمامات وكيف لها دور في تنمية المجتمع أكثر وأكثر، ودور المرأة السعودية أيضا في هذه المجالات. يا هلا وسهلا فيك غادة، نورتينا. أهلا فيك، منورة فيكم جميعا. غادة، أنت يعني كان تخصصك بالقانون، يمكن قانون بعيد عن شوية الإعلام، بعيد عن تاريخ الجزيرة العربية، ما كان لك أي شيء يعني في المحاماة أو في القانون؟ لا، أنا يعني أعتقد الدراسة شيء والتخصص شيء، فالقانون خلينا نقول يعطيك تصور لكل المجالات اللي في الحياة، من الإعلام خلينا نقول للنصوص السياسية لأي كانت، وبعدين المحاماة شيء آخر. فأنا لما تخرجت قانون ويعني رأيت الزميلات يعني في المحاماة هونت وجدت انها ما هي من الاشياء اللي يمكن كانت مثيره للاهتمام لي، ما تستهويني كثيرا. فكنت وقتها مهتمه اكثر في المجال السياسي، فكنت ادرس قانون دولي اكثر، وكنت ادرس مثلا السياسات الدوليه ومثل ذلك. ف عشان كذا اهتميتي أكثر بالإعلام، شغفك بالإعلام، حدثينا عن هذا الشغف بالإعلام وكيف تجدين دور الإعلامي اليوم خاصة في إيصال الرسائل اللي يمكن لدول العالم أيضا. هو حقيقة أنا لما كنت أشتغل في مركز الخليج الأبحاث كباحثة في الشؤون الأمنية، كانت في كثير من الاجتماعات نتطرق إلى صورة السعودية أمام العالم. فمع الوقت بدأ يصير عندي اهتمام في هذا المجال الإعلامي، وخلنا نقول صار عندي اهتمام أكثر في إبراز الهوية السعودية أو إبراز الهوية اللي جاية من الجزيرة العربية للعالم الخارجي، لأنه أكثر اللي موجودين في العالم يعتقدون أن عندهم صورة نمطية عن أهل الجزيرة العربية، ولا يعني ما عندهم نظرة أنه حنا فعلا شعب متنوع الثقافات ومتنوع الاختلافات الثقافية، فإن حنا حبيت أكسر هذه الصورة. فدخلت في المجال الإعلامي وبدأت أعمل خلينا نقول في استشارة المؤسسات معينة عن كيفية صياغة صورتهم للدول الغربية. ممتاز. وانت اصلا مقيمه برا في برلين يعني. نعم. وكيف تجدين المراه السعوديه يعني وصولها عالميا؟ صراحه يعني كثير من تفاعلاتي في برلين ينصدمون الناس اني انا سعوديه، زي ما قلت يعني عندهم صور نمطيه كثيره عن النساء اللي موجودات في البلد، لكن بعد ما الواحد يعني يتحدث مره مرتين ثلاث مرات ويكسر هذه الصوره يجد انه في قبول اكبر على التغييرات اللي صايره في البلد، في حماس اكثر للي صاير موجود خصوصا مع رؤيه 2030 وهذه الامور. يعني اعتقد ان الصوره فعليا قاعده تتغير في الخارج. صحيح، خاصة ما شاء الله أمام تمكين المرأة وفتح المجالات لها المتعددة. أيضا عملك في المركز الخليج للاستشارات كان لك دور جميل ورائع أيضا في كباحثة يمكن في مكافحة الإرهاب. نعم. حدثينا أيضا عن هذا المجال اللي عملت فيه. عندما كنت في المركز الخليج برئاسة الدكتور عبد العزيز بن صقر، كنت أعمل في شؤون مكافحة الإرهاب وخصوصا في تجنب مشاركة المرأة في الإرهاب. يعني كان هذا الموضوع خلينا نقول شيق بالنسبة لي، خصوصا أني كنت مرأة، وخصوصا أنه كان ظهور النساء في ذلك الوقت في الشؤون الأمنية قليلة عالميا، مو بس بالشرق الأوسط لكن عالميا نسبة وجود المرأة في الشؤون الأمنية جدا ضئيل. فلما دخلت هذا المجال ولما بحثت في الموضوع
صراحة كان يعني في معلومات جدا صادمة كانت. فعلى سبيل المثال الكثير لا يعلم إنه النساء هم أكبر من ممولين للإرهاب في العالم، فيعتقدون إنه أكبر ممولين هم الذكور، لكن هم النساء بالواقع. فمعلومات مثل كذا تصدم الواحد وتغير نظرته تجاه مثلاً مجتمعات معينة وكيف المرأة موجودة في هذه المجتمعات. نعم، وجميل يعني عملك في هذا المجال. إيش أخذتي يعني، إيش أعطاكي أكثر هذا؟ أعطاني نظرة مختلفة للعالم، أعطاني يعني غير الكثير فيني، إنه أنا فعلياً لازم يعني زي ما يقولون بالإنجليزي to be open-minded، يعني أني أصير منفتحة للاختلافات اللي حولي، لأنه في كل دولة كانت أنماط مختلفة، وفي كل نمط مختلف كان في سياسات معينة أنه الواحد يقدر يصيغها لهذه الأنماط. نعم. فالتحديات كانت جميلة حقيقة في البحث. جميل. أيضا يعني عملك كمستشارة واهتمامك بالثقافة أيضا، كيف تنظرين إلى المشهد الثقافي وأيضا دور رؤية 2030؟ حقيقة المشهد الثقافي الآن ملهم جدا، يعني حقيقة أحيي سمو سيدي ولي العهد برؤية 2030، لأنها فعلياً أنعشت المشهد الثقافي اللي موجود في البلد، وخصوصاً مع وجود وزارة الثقافة برئاسة الأمير بدر بن عبد الله الفرحان. هذه يعني إضافة جداً رائعة للأعمال اللي قاعدين يقومون فيها وزارة الثقافة، لأن فعلياً عندما يكون فيه بروز في مجالات معينة مثل صناعة الأفلام، الأزياء، الطهي وغيرها من الأمور، هذه غير أنها تنعش ثقافة تنعش اقتصاد. فمع هذه الخطوات حنا ما هي فقط نهضة ثقافية، لكن هي أيضا نهضة اقتصادية. أكيد. طيب غادة، لو حكينا شوي عن الأرشفة واهتمامك بتاريخ الجزيرة العربية، يعني ما شاء الله المتابع لحسابك في تويتر يشوف قديش أنت مهتمة، سواء بالصور سواء حتى يمكن أصوات، أشياء كثيرة كلها تصب في تاريخ الجزيرة العربية. من وين نبع عندك هذا الاهتمام أول شيء؟ حقيقة أنا قبل يمكن 4 سنوات الآن نقلت إلى ألمانيا، فطبعاً بطبيعة الحال غرمتني حالة الاشتياق للوطن والحنية، فهذه المشاعر يعني دفعتني إلى أن أبحث إلى شيء أساس أنه يعافي هذا الشعور. طبعاً ما في شيء يعافي هذا الشعور. فوقتها كنت أعمل مع مركز الخليج للأبحاث، ووقت أثناء عملي في وقت الراحة وكنت أشتغل في المكتبات، كنت أدخل في جهات معينة وأبحث في أرشيفاتهم، فصدمت صراحة إنه كانوا يعني في أرشيفات معينة يستخدمون مصطلحات مختلفة عن تاريخ شبه الجزيرة العربية، وظهر لي الأمور الكثيرة. فأنا من الصدمة اللي جتني في هذاك الوقت ومن الفرحة طبعاً، حبيت أشارك هذه الصور والمواد اللي كنت ألقاها مع الأصحاب اللي كانوا يتابعوني والصديقات اللي كانوا يتابعوني في تويتر. فمع الوقت نمى الحساب، وبعدها شعرت إنه هذه ما هي فقط الصديقات هوية، يعني مسؤولية أكبر، صارت مسؤولية. أي. لأنه اكتشفت إنه فعلياً هناك شغف و, و, و خلينا نقول اهتمام واحتياج لمواد من للبلد، لتاريخ البلد او لتاريخ المنطقه بشكل عام. أي. فتحولت الموضوع من هوايه الى مسؤوليه والى عمل ياخذ من وقتي كثير وياخذ من جهدي، وبكل فرح طبعا، بس انه يعني تعملين فيه بكل شغف. بكل شغف صراحة، لأن سوري يعني أنا أعرف أني توقفت للحظة، لكن لأني مغرمة في المشاعر. أي. فما عرفت شلون أصيغها، لأنه فعلا هذا كأنه صار بالنسبة لي مهمة حياة. أي.
أو جزء يعني خلنا نقول مسؤولية الوطنية أو الحس نعم. الوطني لديك نعم. طيب إيش اللي بتنقليه مثلا، مثل إيش خلنا نقول، يعني قلتي أنه خلاص أنت صار مسؤولية بالنسبة لك نعم. بدل من كونه هواية، مثل إيش تبحثين عن صور، تبحثين عن إيش بالضبط ومن وين تجيبينها؟ والله أبحث عن كثير من الأشياء طالما أنه المواد اللي أنا أوفرها على منصتي تخدم أحد في مجاله هذا يسعدني. فعلى سبيل المثال أنا عارف أنه في كثير من المصممين والمصممات الأزياء، وعارف أنه في كثير من الآن من المخرجين والمخرجات الأفلام والكتاب وغيرهم، فهم دائماً بحاجة إلى الهام، بحاجة إلى مواد أنهم تشجعهم على صياغة الإبداع اللي عندهم. فشخصياً أشعر أنه المواد اللي أنا أوفرها بعض الأحيان تساعدهم، فهذا يعني شعور جداً رائع أنه أنا يعني أساعدهم في هذه الطريقة. من وين ألقى الصور أو من وين ألقى المواد هذه؟ حقيقةً من كل العالم، يعني بشكل أخص أوروبا بوجودي، طبيعة حال وجودي هناك لأنه سهل التنقل ما بين الدول، لكن حقيقة التواصل مع كل الأرشيفات ومتاحف العالم اللي أنا أتمكن أو اللي أنا أثق أنه لديهم معلومات عن تاريخ الجزيرة العربية تأخذينها منهم كصور يكون في تواصل بيننا وياهم وتفاهم، وبعدين عاد هذه أسرار يعني هذه أسرار. طب كيف تجدين الاهتمام بشكل عام؟ يعني أنت الآن أصبحتي مهتمة بهذا الجانب، كيف تلاقي الاهتمام في هذا الجانب؟ يعني ما شاء الله هنا عندنا كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات وقطاعات خاصة مهتمة بهذا الجانب صحيح. لكن يمكن دوليا أو في الخارج المملكة في اهتمام جدا عظيم. يعني هل السؤال مقصده عن تاريخ الجزيرة العربية؟ عن تاريخ الجزيرة نعم، طبعا لأنه تاريخ لأنه الجزيرة العربية بطبيعة الحال أعتقد أنها هي من آخر الأماكن اللي موجودة الآن في العالم التي لم تنقب بشكل يعني عميق. يعني في دول العالم كثيرة التنقيب صار فيها ولا زال في تنقيب، يعني ما أقول مثلا اليونان وقفوا التنقيب فيها، لا مستمرين، لكن لما المؤرخ ينظر للجزيرة العربية ينظر إليها كأنها صفحة، يعني أنا متحمس للمعرفة عنها أكثر، ينظر إليها من ناحية أنه هناك معلومات لن يعرفها الكثير أو لا ما عرفها الكثير، مكان حتى الكثير يعتقدون أنه مكان نبع منه الإنسان. يعني التاريخ البشرية في كثير يقولون أنه أن البشر خرجوا من أفريقيا، لكن الأبحاث الجديدة قاعد تقترح أنه لا، أن البشر خرجوا فعليا من الجزيرة العربية ومن هاجروا إلى بقية العالم. نعم، ففي اهتمام جدا كبير في تاريخ الجزيرة العربية. نعم، احنا اكيد صار في عند المتابعين حماس اكثر، متشوقين انهم يشوفوا اكثر ويطلعوا. يمكن حسابك بتويتر مليء بهذه الصور اللي فيها مثل ما قلتي شغف بالنسبة لك، وفيها كثير من الماضي، يمكن من مثل ما قلتي لي من التسعينات وقبل حتى، صح؟ او اقدم اكثر بكثير يعني اكثر لا بكثير. عفوا من قبل انت قلتي لي ايوه. فهنا طبعا انت وين حابة توصلي في هذا المجال؟ يعني طموحك؟ طموحي هو أني أنا أدعم أي جهة يعني مؤسسية لتأسيس أرشيف وطني، لوضع مكان للأجيال القادمة، لأنه نحن جميعنا الآن سنكون ماضي إلى يوم في يوم ما، ما حنكون موجودين على هذا الوجه الأرض، لكن الأجيال القادمة إذا شافوا المواد اللي حنا نحتفظ بها الآن واللي احتفظناها بها سابقاً سيكون لهم تصور أوضح لهوية وطنهم. فهذا اللي أطمح له أنا، وإن شاء الله الله موفق. آمين. شكراً لك غادة مهنا بالخير، يعطيك ألف عافية، نورتينا اليوم في البيت الزجاجي لسيدتي. شكراً لك. شكراً كده متابعين، وصلنا لنهاية لقائنا لهذا اليوم، شكراً لكم لطيب المتابعة.